السلام عليكم الإخوان الأخوات. غادي نشوفوا في هذا الفيديو سرقة متاجر. غادي نشوفوا لصوص كيقوموا بفتح الأبواب الخاصة بالمتاجر وكيسرقوا الأغراض اللي كاينة فيها. كذلك غادي نشوفوا محاولات فتح أبواب أو كسر أبواب اللي ما تماتش بنجاح. قبل ما نبداو الفيديو، الا جات على خاطرك اشترك في القناة ودير لايك لهذا الفيديو. بنفس الطريقة كيتمناه ديالهم والسرقة ديالهم. وهنا كيف ما كنشوفوا حلوا القفولة فقط، غيطلعوا الريدو. هانتوما كيف ما كتشوفوا حيدوا القفولة، غادي يطلعوا الريدو في فقط هما دخلوا المحل. هذا المحل ديال السيد حدانا، السيد سمسار، دخلوا المحل ديالو هو الاول. وهنا كيف ما غتشوفوا غيخرج من المحل وصافي، غيطرطق المحل الاخر، غيبقى يبرك في الشجاج تيتهرس الباب وغيدخل. صافي هنا فاش غيدخلوا كيف ما غتشوفوا غيحاول انه يهرس الفيترينا، ما غتستعصى عليه، ما غتهرس ليش. غيجي السيد اللي ما بانش في الاول كان في الطوموبيل، غيدخل غيجيب معاه واحد الحديده او غيحيد الباب ديال الفيترينا ديال الزجاج، غيلوحو في الارض. صافي غيتم انه النهب تاع السلعه بواحد الطريقه وحشيه ولا انسانيه. صافي السيد هذا استعصات عليه انه يحل الفيترينا ديك سميتو، ويمشي يجيب واحد الحديده. صافي غيهرس الفيترينا ويدي السلعه اللي كاينه تما كامله. من بعد ما درنا المسائل القانونية ديالنا، أننا عيطنا على الشرطة، جاو خداو البصمات وحاولوا يقدوا الأمور ديالهم ويديروا جميع الإجراءات ديالهم. فكنطلبوا منكم جميعا أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو هذا، باش يتبارطاجا فهمتيني، يتبارطاجا في لي باج وعند كل شيء، باش يتحاول أنه يتشدوا هاد الأشخاص هادو، حيت كيشكلوا خطر على جميع المواطنين. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يتبارطاجا وتعاونونا انكم تبارطاجيوه باش يتلاح في لي باج وما يبقاش هذا العمل يتكرر، حيت الناس كتضيع في السلعه ديالها، وهاد الاشخاص ما حدهم طليقين انهم كيشكلوا خطر على المواطنين. كون داز لا قدر الله شي شخص هكا في الطريق وشافهم ولا هادي، كان ممكن يقتلوه او يتعرض للضرب. فللاسف هاد الاعمال هادو كنتمنوا ما تبقاش تكرر في المجتمع ديالنا كامل. والله يعوض الاخوان اللي ضاعوا في السلعه ديالهم كاملين، وكنتمنوا هاد الاعمال هادي تحبس وما تبقاش تعاود.
في هذا الفيديو الاخر غادي نشوفوا ثلاثه ديال الاشخاص غادي يحاولوا انهم يفتحوا هذا الباب ويهرسوا القفل، لكن فشلوا في هذه العمليه. في هذا الفيديو غادي نشوفوا محاولة اقتحام وسرقة محل تجاري، محاولة كانت فاشلة.